مضاربة ابن عام. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. والله يا اخو لا في مواصلات ولا في بنزين ولا في اسعافات ولا في سيارات، قد ما حاولنا نجيب سياره نتاوي هالجثه بس يعني ما فيش. الحمد لله رب العالمين، القصف الشهداء وين ما كان، احنا ما بنصدق يعني ما لقينا غير الكاره هذه، كاره وعربه بحمار انه ندفن ابننا. احنا دوبنا قدرنا نتعرف عليه يعني من الصبح. احنا في عنا شهداء كثير، مجازر بتصير فينا كثير، كله مزقل على الارض، مش عارفين ندفن، مش متعرفين على اولادنا. هاي اللي جبناه، هذا في الاخر تعرفنا عليه واحد جاره وعرفه من وجهه، جبناه على كاره وحمار. ما فيش عنا بنزين، من 30 نفر 50 نفر في الدار انهالت الدار، مش فاهمين، مش عارفين نطلع حدا، مش عارفين اولادنا. حسبنا الله ونعم الوكيل. ايش اللي بيصير هذا؟ الموت في كل مكان، مش قادر، مش عارف وين نروح احنا، وين مش عارف.